أصدقائي الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في قناة تامر فور إنجليش لتعليم اللغة الإنجليزية. كيف ما وعدتكم بالفيديو السابق، إنه في هذا الفيديو في هذا الجزء راح أشرح لكم شيء جداً جداً مهم، وهو أيضاً يتعلق في حروف الجر في اللغة الإنجليزية اللي هي prepositions. اليوم حنحكي عن موضوع اسمه اللي هو prepositional phrase. طيب هلا خلينا اول شيء نعرف ايش المقصود بالpropositional phrase. المقصود بالpropositional phrase in English it's a group of words, okay, that begins with a preposition which function as an adjective or adverb طيب هلا بما معناه انه prepositional phrase هي عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تبدأ بحرف جر، طبعا وظيفتها انها تعمل كصفة او كظرف حال. طيب اصدقائي خليني انا في هذا الفيديو في هذا الجزء راح احكي عن at prepositional phrase في المختصرة في at. طبعا انا راح احكي لكم العبارات اللي بنستخدم فيها at والتي تعتبر prepositional phrases، اوكي، وفي نهايه هذا الفيديو انا راح اعطيكم بعض الامثله عليها، اوكي. خلينا نبلش. الحاله الاولى انه تحكي at worst، تيجي بمعنى في أسوأ الاحوال، اوكي. اللي بعدها at will تأتي بمعنى حسب ما تشاء أو حسب ما يشاء، أوكي؟ يلي بعدها at war with بمعنى في حالة حرب مع، at war with تأتي بمعنى في حالة حرب مع، at this point in time تيجي بمعنى في هذه الفترة من الزمن أو في هذا الوقت من الزمن أو في هذه المرحلة من الزمن، لا مشكلة. هلأ فينا برضو نحكي at the wheel بتيجي انه في الطريق. هلأ الويل المقصود فيها اللي هو مقود السيارة، فلما انت بتحكي at the wheel المقصود في هاي العبارة انه انا في الطريق، عمالي بقود السيارة في الطريق. فينا برضو نحكي at the risk of بمعنى انه في خطر، at the risk of في خطر من شيء ما، من شيء معين. فينا برضو نحكي at the ready بتيجي عند الاستعداد او في حالة الاستعداد، يعني احنا ممكن نعمل شيء معين طالما انه احنا مستعدين. في الحالة اللي بعدها انه بتحكي at the peak of بتحني يعني في حالة الذروة، في الحالة القصوى، اوكي. at the mercy of بتيجي انه تحت رحمة شيء ما، تحت رحمة، اوكي. يلي بعدها انه تحكي at the drop of a hat. هلا هاي هي عبارة عن مثل او يعني قول معين في اللغة الانجليزية، المقصود فيها انه عمل شيء فورا وبدون تفكير، اوكي، انه تسوي شيء بسرعة قصوى وبدون تفكير، فهي at the drop of a hat. الجملة اللي بعدها او العبارة اللي بعدها انه تحكي at short notice بمعنى في لمح البصر، في لمح البصر. طيب لما انت تحكي لشخص معين I'm at your side انت بتحكي له انا في صفك، انا واقف معك، انا في صفك. لما تحكي برضو at a discount بمعنى بسعر منخفض، اوكي. لما تحكي at the age of بمعنى في سن معين، في عمر معين. خليني احكي لكم العبارة الاخيرة اللي بتحكي at present
at present اللي بتهنك في الوقت الحاضر at present في الوقت الحاضر. طبعا أصدقائي لتحترف اللغة الإنجليزية مثل هيك تفاصيل مهمة جدا، مهم جدا إنك تتقنها لحتى تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. أشياء بسيطة ممكن الناس تعتبرها أشياء بسيطة لكن هي جدا مهمة لحتى تحترف اللغة الإنجليزية ولحتى تحكي اللغة الإنجليزية بطلاقة. أنا بأكد لكم إنه في غالبية الحديث أو في غالبية الجمل الإنجليزية مثل هيك عبارات تستخدم، لابد من استخدامها. يعني أنا بتمنى إنه مثل هيك عبارات إنه تحفظوها وباستمرار تستعملوها، يعني تعملوا براكتس، تتمرنوا عليها وتتدربوا عليها كتير كتير منيح. خلينا نبلش هلأ بالأمثلة اللي راح أعطيكم إياها. المثال الأول بيحكي all speak at the same time، all speak at the same time بمعنى أن الكل يتحدث في الوقت نفسه أو في نفس الوقت. مثال آخر she went blind at the age of 10، she went blind at the age of 10 بمعنى أصيبت بالعمى في سن في السن العاشرة أو في عمر العاشرة أو في العاشرة من عمرها. أوكي؟ مثال آخر he was putting himself at risk، he was putting himself at risk بمعنى كان يعرض نفسه للخطر. أوكي مثال آخر it will cost at least $200، it will cost at least $200 بمعنى أنها ستكلف على الأقل $200. أوكي مثال آخر the two countries were at peace، the two countries were at peace بمعنى إنه كلتا الدولتان كانتا في سلام أو الدولتان كانتا في سلام أو في حالة سلام أو في حالة سلم. أوكي now المثال الأخير the shop at the corner of the street sells pizza، the shop at the corner of the street sells pizza بمعنى أن المحل في زاوية الشارع يبيع بيزا. وبهيك بنكون خلصنا من هذا الجزء أصدقائي الأعزاء، بتمنى أنه يكون نال إعجابكم، وإذا نال إعجابكم ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كافة الفيديوهات القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.